مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. كانت هناك العديد من النقاشات مؤخرا حول مدى صغر عمر الأيدولز في بداية انطلاقتهم، ومع ظهور عدد متزايد من المتدربين الذين يبدأون مسيرتهم الموسيقية في سن 16 أو أقل. أعرب العديد من محبي الكيبوب عن قلقهم واستيائهم من كثرة عدد صغار العمر الذين يبدأون مسيرتهم المهنية في هذه الصناعة بينما هم لا يزالون في المدرسة الابتدائية تقريبا. واحدة من أكثر الفرق التي تمت مناقشتها في هذا السياق هي فرقة نيو جينز التي كانت تملك عضوة بالغة واحدة فقط بداية انطلاقتهن وهي مينجي. ومن بين الأيدولز الذين بدأوا انطلاقتهم في سن صغيرة كانت هناك أيضا أونشي من فرقة ليسي رافيم كان عمره 15 وقت الترسيم، وكيو جين من فرقة إن ميكس كانت أيضا في 15 وقت الترسيم. ولهذا قد يجد البعض الأمر غريبا عندما تظهر فرقة كل أعضائها تتجاوز أعمارهم 18 سنة، حيث افتتح مستخدمي الإنترنت موضوع نقاش مؤخرا للتحدث عن أعمار أعضاء فرقة رايز متسائلين ما إذا كانوا كبارا جدا على فرقة مبتدئة. فأصغر عضو في فرقة رايز هو أنتون وعمره 19 سنة، بينما أكبر عضو في الفرقة هو شوتر وعمره 22 سنة. متوسط عمر الفرقة بالكامل حوالي 20 سنة ونصف. هناك 3 فرق كيبو فقط بدأت انطلاقتها بمتوسط عمر 20 وأكبرهم، وان آز ومونستر إكس ووينر. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيوي جاسيوكم سميدا.